ايه ده؟ ايه المكان الجاحد ده؟ هو ده المكان اللي هشتغل فيه. ده شبه القلعه. ده انت مستحيل يشغلوك هنا. ما انا عندي واسطه كبيره قوي. تشتغل ايه؟ باليه. باليه بجسمك النتن ده؟ الباليه ده عايز طفل عنده 6 سنين عشان خاطر يبقى عضمه ناية يعرف يروح ويجي مع الحديده. انت عبيط يا لا، هم شالوا دماغك وحطوا مكانها ايه؟ باليه اللي هخش ارقص بيه في فندق ده؟ الله، مش انت اللي قلت؟ بقول لك باليه ايه؟ ايه باليه دي؟ باليه ده اللي هو الواد اللي بيبقى واقف قدام الفندق ولابس بدله، واول ما تيجي العربيه الفاخره ياخد مفتاحها من الباشا ويركب العربيه وينزل يدخلها الجراج. حظك فقري طول عمرك، يوم ما ربنا يكرمك تشتغل في فندق حلو يرموك بره حتى ما تقدرش تخشه. مش مشكله، انا اهم حاجه عندي الفلوس. ماشي يا معلم. بص بقى، انت هتطلع الانترفيو بتاعك تعيش حياتك فوق، اما تخلص هتلاقيني مستنيك هنا. انت مش تيجي معايا؟ لا مش هينفع بقى. لا وحياه امك تعالى معايا. لا 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 وحياه ابوك. والنبي تعالى معايا. والله ما ينفع. والنبي وحياه ابوك. عامل ايه؟ قولوا لي بقى، مين فيكم دياب؟ انا دياب سعادتك. انت اللي كلمتني في التليفون؟ انا سعادتك اللي كلمتك في التليفون، وكارت الواسطه اهو مكتوب عليه دياب اهو. خليفه بيه حبيبك. اه حبيبي طبعا طبعا. امال ايه؟ امال ايه؟ اشتغلت فين قبل كده؟ انا اشتغلت في حاجات كتيره جدا يا باشا. انا لهلوبه. حبيبي استنى انت شويه. قول لي، بتعرف تركب؟ انا ركنت ركنه مره، الشارع كله اتفرج عليها. ركنت ركنه شويه. اركن شويه انت، انا بساله هو بتعرف تركن؟ والله يا باشا انا حاسس ان انا بعرف اركن كويس، حتى العيال صحابي في الشارع مسميني عمر الركين. ده مين دول صحابك اللي لك عمر الركين؟ العيال. انت كذاب يا انا. في الشارع. مفيش حد بيقول له كده في الشارع. ما في. لا لا لا، انت ساكن معاه؟ انا ساكن معاه في نفس العماره سعادتك. هو اضرب، هو اضرب نفسه. انت عندك كده سنس جامد قوي. وعندي سنسور كمان. اه والله مركبه هنا اهو. اهو بص يا باشا. أهو. الله عليك. خد بالك يا باشا. على فكره انا احساسي بيك ما يخيبش. فعلا احساسي بيك ما يخيبش. ساعتك باين متلخبط. انا دياب بتاع الوسط. ايوه ايوه عارف. بص اهو في ايدي، في ايدي وعمال ابص عليه اهو. انا شايفه فعلا. أهو. انا معرفه شخصيه بخليك. ايوه فعلا فعلا. قدامي استنى فعلا والله. قول لي انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ في السجن ان شاء الله. عليا اقساط مش عارف ادفعها. هايل هايل. يعني انت محتاج الشغل وهداك تايت فيه طبعا. وانا سعادتك محتاج الشغل اكتر منه، وانا محتاج الشغل برضه. اخر مرتب خدته كام؟ والله يا باشا ما اقدرش اقول لك اخر مرتب، اقدر اقول لك اخر اسم. اخر مرتب دي حاجه انا ما اعرفهاش اصلا. اها، يعني انت ممكن تفرح باي حاجه. لا افرح باي حاجه دي لما تلعب ابن اختك. عيب، انا ساكت من الصبح. ما تعتني بنفسك. انا مش طفل هنا. ازاي تكلم الباشا كده؟ انت شفت عينك الادب عشان اقول لسعادتك يبقى اسمع كلامي. عندي دياب حبيبك انا، دياب الوسطى. بس هو مش قليل الادب. ايه تربيته كده تربيت شويه. الله ينور عليك. ايوه انا عارف. الله يبارك لك. على فكره مبروك، تقدر تستلم الشغل من بكره وتروح تاخد اليونيفورم. واليونيفورم انا مش هستلمه انا. هو المبروك ازاي يعني؟ بنت. الشغل من بكره، فاهم؟ من بكره. الله اكبر. من بكره ازاي يا فندم؟ في وانا فين انا؟ انت وضعي خاص يا بتاع ميه. ايوه ايوه. هو شفت له شغلانه هو، وانا شغلانه ثانيه بقى. عايز شغلانه بقى من اللي بيلبسوا بدل دول ويقعدوا في قلب اللوبي كده ما بيعملوش اي حاجه دول. بعد الكارت ده لازم بدور لك على حاجه حلوه تليق بيك. اه والنبي يا ريت. سيب رقمك وهكلمك. وانا جايب واسطه سعادتك عشان اسيب رقمي. بعد اذنك يا باشا، الشاب ده صوته عالي وهيتعبنا. ايه الشاب ده؟ وانا جزائري. ايه الشاب ده؟ فبعد اذنك استخدم سلطاتك وطرده بره. عيب، عاطل وهيعطلنا. انت هتطلع بره تروح تستلم اليونيفورم بتاع زميلك وتقف على الباب بره. يعني انا لا اطلع بره، هطلع بره وهو هيفضل قاعد هنا؟ جلطه دي ولا شلل؟ ده لا، دي نمره بيركبها عشان تصعب عليه والشغل ده. فعلا؟ اه والله. خلاص قول لي بقى يا استاذ طارق بيه. نعم. انت بتاخد كام بقى على عنطزه اللي انت فيها دي؟ بره.